والحاج كاش جديد في رمضانو؟ اودي واش تجديد يا الحاج النمس؟ واش لا شان على الخبز، لا شان على الحليب، لا شان على اللبن، لا شان على كيران، لا شان على الزلابيه، لا شان على واحد يسمر الصبابيط في رمضان عليه لا شان. صافي هذا ياكل لا سومه ولا مالك؟ مشيت نرقع صباطي سبعه تاع الناس قدامي، ها والناس راه فاضيه معنا ما تجيش لا شان. هذه لا شان كراتها صاحبي، فالمهم شي جبر لا شان. ها ودي لا شان باش تدي صوالحك. اه بزاف والله لا بزاف، وهذا لاشان راه كثر. انا والله لا تعجبني لاشان ابراهيم. ايوا انت عندك. انا نكون ماشي نشري الزيت ونشوف لاشان ما كانش نولي نروح. كي نجي ماشي نشري ونصيب الغاشي معمره غاشي نطيح حتى ما كنتش ماشي نشري. لا بس انت فاضي، انت ما عندك والو. انا نكون فايت على الحليب ونصيب لاشان والحليب يكون كايب الدار. واه ندير لاشان لو كان نقعد كاع النهار كومبلي ندي زوج كاع ولا ثلاث شكاير. هاب سانتا فاضي، كان عندك والو يا صاحبي. هاب سانتا لاشان مليحة. فاش مليحة لاشان؟ هاب مليحة كيف قواقف وتستنى. ياك. هاو. وشحال قد تعيش غير تستنى أنت؟ هاو نستنى وإلى ما نلحق. تبقى اللي تزيد وأنت غير تتمنى وتستنى. ها بزاف. ها طالت الدعوة الحاج النمس. هاو أنت كدير كي ما ديرش لاشان الحاج إبراهيم دروك ما تعيش. هي خاص تكون كاينة لاشان باش تقاد الموتور يدور. هاو دروك لاشان كي تفوت 600 كيلومتر. دروك لاشان وما تبدلهاش تطرطك في الموتور. ها بالسيف خاصك تكون كاينه لاشان. وهذيك لاشان اللي تهضر عليها لاشان تاع الموتور هذيك تما يطرطق لك الطوندير، يعني على لاشان تاع بني ادم باش تطرطق لك عرق. هذيك لاشان يا سعد الله ينعس السيف. هذيك لاشان تاع بني ادم صار لها كما لاشان تاع اللوطو. ها دروك ما ديرش لاشان ما تمشاش. اوا ماكش مسحر مليح بالحرام، مالك مسحر مليح.